إذا قيل ما حكم تنوير وإضاءة القبور؟ تنويراً دائماً مستمراً أو تنويراً مؤقتاً؟ فقل هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند أبي داود والترمذي، قال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، السرج جمع سراج. فلا يجوز تنوير ولا إضاءة المقابر، لا تنويرا دائما ولا مؤقتا، إلا إن احتيج أن يدفن شخص بالليل فلا بأس أن يؤتى بسراج أو بإضاءة محدودة من أجل دفنه، ثم بعد ذلك ينتهي هذا الضوء أو تنتهي هذه الإنارة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند ابن ماجه لما أراد أن يدفن أحد أصحابه بالليل أتى بالسراج حتى دفنه صلوات ربي وسلامه عليه. أما إضاءتها وتنويرها على وجه الدوام أو على وجه الاستمرار فهذا لا يجوز، وكل ذلك من البدع ومن تحذير المسلمين من الوقوع في الشرك.